بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. طلبتي الأعزاء، اليوم بكلية تقنيات الطاقة شخرة، الاثنين 18 من رمضان 1441 هجرية، موافق 11 من شهر 5 2020 ميلادية. اليوم نكمل المحاضرة الرابعة اللي هي بعنوان النكرة والمعرفة. عرفنا في أول المحاضرة والمحاضرة السابقة، عرفنا أن الاسم ينقسم إلى قسمين، اسم نكرة واسم معرفة. وعرفنا المعرفة النكرة وأخذنا أمثلة عليها، وعرفنا المعرفة وقلنا أن المعرفة تنقسم إلى 7 أقسام. إذا أنواع المعارف 7، أنواع المعارف 7، أنواع المعارف 7، منها الضمير، العلم، اسماء الإشارة، اسماء الموصولة، المعرف بالألف واللام، المعرف بالإضافة، والمعرف بالنية. المحاضرة السابقة عرفنا النوع الأول من أنواع المعارف وهو الضمير. عرفنا الضمير تعريفه وأقسامه. واليوم إن شاء الله تعالى نتعرف على النوع الثاني من أنواع المعارف وهو العلم. النوع الثاني من أنواع المعارف 7، العلم. إيش هو العلم؟ تعريف العلم: العلم هو ما عين مسماه وحدده دون قيد أو شرط. العلم، اسم العلم، هو ما عين مسماه وحدده دون قيد أو شرط، ويستعمل في المسميات الآتية. العلم تستعمل للعاقل ولغير العاقل. العلم لغير العاقل وللعاقل. العلم للعاقل، اسم علم العاقل، رجلا او امراه، رجلا او امراه، مثل محمد هذا عاقل رجل، فاطمه عاقل امراه وانثى. اذا هذا نسميه اسم علم. اسم علم اللي هو اسم رجل او امراه. لغير العاقل، اسم العلم لغير العاقل، مثل الحيوانات، اسماء الحيوانات، حصان، قد، كلب أكرمك الله، أي اسم من أسماء الحيوانات، هذا اسم علم. أسماء الأماكن مثل والمدن، طرابلس، بنغازي، شخرة، جدابية، هذه أسماء المدن كلها أسماء علم. أسماء القبائل كذلك أسماء من أسماء العلم. أسماء القبائل تميم، قريش، زوية، مغاربة، هذه أسماء كلها تعتبر أسماء عالم. إذن العالم هو ما عين مسماه وحدده دون قيد أو شرط، ويستعمل في المسميات الآتية: العالم للعاقل سواء كان رجل أو امرأة، مثل محمد، فاطمة. لغير العاقل، مثل أسماء الحيوانات، حصان، قط. أسماء الأماكن والمدن، لطرابلس، بنغازي، دابية. أسماء القبائل، تميم، قريش، دوية، مغاربة، هذه أسماء القبائل، هذه كلها اسم علم. عندما يطلب مني استخراج اسم علم من قطعة أو قطعة أو بيت شعر، أو استخرج منها أسماء أو آية قرآنية، استخرج منها اسم علم، اسم، استخرج منها معرفة ونوع المعرفة، استخرج منها معرفة ونوع المعرفة، لنبحث عنها. إذا وجدت محمد هنا فيها وجدت اسم من أسماء الإنسان سواء عاقل أو غير عاقل، نقول هذا معرفة. إنه نوع من أنواع المعارف اسم عربي. وجدت مثلا اسم مدينة، نقول هذا معرفة. نوع من أنواع المعارف اسم عربي. وجدت اسم قبيلة، نقول هذا معرفة. إيش نوع من أنواع المعارف اسم عربي. إذا هذا النوع الثاني من أنواع المعارف. إذا أسماء العالم كلها معارف. النوع الثالث من أنواع المعارف اللي هي أسماء الإشارة. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة كلها معارف. أسماء الإشارة طبعا درستوها في الخامس والسادس في الإعدادية في الثانوية. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة، إيش هي أسماء الإشارة؟ تعريفها هي ألفاظ وضعت لتدل على مسمى بالإشارة إليه. تعريف الأسماء الإشارة هي أسماء أو ألفاظ وضعت لتدل على مسمى بالإشارة إليه. طبعا أسماء الإشارة، عفوا، نعود إلى العلم.
زي ما كمان العالم أنا هنعود إلى العالم. كل هذه العالم تعريفه هو معين مسمى وحدات دون قيد وشر ويستعمل في المسميات الآتية: للعاقل رجلا أو امرأة مثل محمد فاطمة، لغير العاقل مثل الحيوانات حصان الأماكن من طرابلس وأسماء المدن، أسماء القبائل تميم قريش وغيرها. هذه أسماء كل أسماء العالم. هنا العالم هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، العالم ينقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي هذه أقسام العالم، أقسام العالم. العالم يكون اسم أو يكون لقب أو يكون كنية. أقسام العالم ثلاثة: اسم ولقب وكنية. إيش هو الاسم؟ تعريفه هو ما ليس كنية ولا لقب، ما ليس كنية ولا لقب. إيش الاسم؟ ما ليس كنية ولا لقب، مثل عائشة خالد، هذا نقول عليه اسم. أقسام من أقسام العالم اسم ليس كنية ولا لقب، مثل عائشة خالد. القسم الثاني من أقسام العالم اللقب، وهو ما أفاد مدحا أو ذما، ما أفاد مدحا أو ذما. مثال الطيب الخبيث، الطيب تفيد المدح والخبيث تفيد الذم. هذا مثال آخر نقول أي مثلا الخبيث هذه بتدل على الذم، الطيب تدل على المدح. مثلا نقول الصادق حتى تفيد المدح، اسم علم تفيد المدح. الخبيث الحول مثلا هذه كلها اسم علم ولكنه يفيد الذم، اللي يفيد المدح او الذم سميه اسم علم. اذا القسم الثاني من اقسام العلم اللقب، وهو ما افاد مدحا او ذما، مثال الطيب الخبيث. القسم الثالث من اقسام العلم اللي هي الكنيه. الكنيه ما هي الكنيه؟ كل مركب اضافي صدر باب او ام، كل مركب اضافي صدر باب او ام. يعني اسم نجد في اولى اب او في اولى ام، فهذا نسميه كنيه. مثال على ذلك ابو بكر، هي اصلها بكر صدرت باب ابو. كذلك كلثوم صدرت بام، ام كلثوم، فهذه نسميه كنيه. ابو بكر كنيه، ام كلثوم كنيه، ابو الفداء، ابو حفص، ابو علي، ام عتبه، ام هند، ام. اذا اي اسم صدر باب او ام فهو كنيه، هذه كنيه. اذا النوع الثاني من انواع المعارف العلم واقسامه ثلاث: اسم ولقب وكنيه. وهذا تعريف للاسم واللقب والكنيه وامثله عليه. نعود الى النوع الثالث من انواع المعارف، اسماء الاشاره. اسماء الاشاره قلنا تعريفها هي الفاظ وضعت لتدل على مسمى بالاشاره اليه. مثال على اسماء الاشاره: هذا للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل، هذا للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. مثال: هذا محمد، هذا كتاب. فمحمد عاقل وكتاب غير عاقل. فكلمة هذا اسم إشارة يستعمل للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. نقول هذا محمد، هذا مفرد وعاقل. هذا كتاب، كتاب مفرد وغير عاقل. الاسم الثاني من أسماء الإشارة: هذه للمفرد المؤنث، هذه للمفرد المؤنث، كذلك العاقل وغير العاقل. مثال: نقول هذه خديجة، فخديجة هنا مفرد مؤنث وعاقل. هذه دراجة، دراجة مفرد مؤنث وغير عاقل. إذن هذه اسم الإشارة، هذه استعمل للمفرد المؤنث العاقل وغير العاقل. هذان اسم إشارة يستعمل للمثنى المذكر، هذان اسم إشارة يستعمل للمثنى المذكر العاقل كذلك وغير العاقل، العاقل وغير العاقل. مثال: نقول هذان التلميذان مجتهدان، التلميذان هنا اثنين مثنى ومذكر وعاقلان. كذلك هذان جهازان حديثان، كلمة جهازان هنا مثنى
ومذكر وغير عاقل. إذا هذا تستعمل للمثنى المذكر العاقل وغير العاقل، العاقل وغير العاقل. نأتي إلى الاسم الثالث من أسماء الإشارة، اسم الثالث من أسماء